السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة سناء. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله تعالى كل وبركاته. سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير يا رب وصحة وسلام. اتفضلي. الله يخليك، أنا بحبك أوي على فكرة. أكرمكم الله، أحبكم الله الذي إيه لو أحببتمونا سمحتي، فيه. بس أنا كنت عايزة أسأل، إن أنا ربنا ابتلي يعني الحمد لله، يعني أنا شعري كله وقع وحوج دي، يا فكنت لطيف. عايزة أسأل هو التاتو في حالتي دي حرام يعني ولا حلال؟ ولا حاضر يا ينفع سناء، أعمله أنت أو متزوجة أتحرك يا إن سناء؟ أنا أعمله؟ متزوجة؟ أنا أرملة. حضرتك أرملة. حاضر يا سناء، شكرا يا سناء. معانا، السلام عليكم. طيب بص يا سناء، في أنا موضوع التاتو، طبعا حضراتكم عارفين الفتوى اللي صدرت من أحد أعلام أهل الفقه والعلم في عصرنا الحاضر بأنه أجاز هذا العمل للمرأة المتزوجة بعد إذن زوجها، وأنا يعني أنا متوقفة عند هذا الرأي، هو من عالم جليل، لكن أنا في الحقيقة مسألة التاتو لم أنتهي فيها إلى رأي محدد بالنسبة لشخصي، أنا بس أنقل آراء ما ورد في ذلك. أما بالنسبة لحضرتك، إذا يمكن، إذا كان ذلك من الأشياء التي تزال، ما بتقعدش وتأثر وتترك يعني مكانها علامات، فيمكن ده من باب الضرورة، إن أنت في حال الضرورة، واحدة سقط كل شعرها، واحدة ما فيش لا في حاجبيها ولا في عينها ولا في رأسها، وده شيء هي بطبيعة خلقة المرأة لا تتقبله بسهولة، ففي هذه الحالة يمكن حضرتك تلجأي إلى وسيلة من هذه الوسائل التي يعني تريح حضرتك نفسيا، فنقدر إن حضرتك تشوفي وسيلة من التي لها إزالة، مش الحاجات اللي هي بتبقى لمدد وتترك علامات وراها وتشوه الجلد، فحضرتك تقدري إنك أنت تستعيني بده، ومن باب إن حضرتك في هذه الحالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الشفاء. وأعتقد يا أختي الفاضلة، بس لا أعلم إن كان في إمكانك ذلك، إن في بعض التقنيات الحديثة ظهرت في مسألة تنبيت أو إنبات الشعر مرة أخرى، سواء في شعر الرأس أو في الحاجبين، لكن أعتقد إنها ممكن تكون مكلفة، لكن يمكن السؤال، فإن استطعت ذلك فيعني بس هي محتاجة نوع من الصبر، إن حضرتك برضو تستني إليها، ولكن ده لا يمنع إن حضرتك ممكن تلجأي إلى يعني رسم الحاجبين زي ما حضرتك ذكرتي بسؤالك. سلام.